بيكم في برنامجنا سفرتنا مشكلة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من وصفاتنا وفدناكم بيها، وما تنسوش إن تشاركونا بصوركم أو التجربة متاعكم للوصفات وتعطونا رأيكم فيهم. بالنسبة لمنيو حلقتنا اليوم حيكون زي العادة مشكل ومتنوع وفيها الباصناف. عندنا دونت الدجاج الحار، وحنديروا البسبوسة الزمنية متاع زمان، وحنديروا سلطة متاع بقوليات هيك فيها أنواع بقوليات مختلفة، وحتكون بالكسكسي الحبة الكاملة، وعندنا شربة الزهرة اللي فيها هلبة فوائد وسريعة ومفيدة. توا خلي نشوفوا حلقتنا بالمقادير والتفاصيل مع بعض. خلته ونبدأ في أول وصفة. عندي هنا دجاج مفروم، طبعا أنا واخذ الصدر فرماته في ست البيت، ومعاه قطعة أو طرف من الفلفل الأخضر. حنحطوا له فلفل أبيض وفلفل أسود، هنا شوية من الخبز المرحية، وعندي زنجبيل وملح وفلفل مدخن، شوية معدنوس وجبنة متزوريلا مبشورة. وزي توا هكي نخلطوا المكونات متاعنا كويس باش تولي زي العجينة ونقدروا نشكلوها. عندي هنا الكشيك متاع جيلاتي، حندهنه شويه هكي بالزيت، واللي فضل ندهنه بيه الطاسه او الصينيه متاعنا شويه، مش نحنا بعدين بس نقدر نتحكموا فيها وما تلصقش. ناخذ من الخليط، طبعا مستخدمه السكوب متاع جيلاتي باش ان هي تجي حجم واحد، تبي تكوريها بيدك وتجيك حجم واحد عادي بالطريقه هي. نكوروها هكي وبعدين ديروا لها حفيره في النص ونبدو هكي نشكلو فيها بالطريقة هذه. نقدر ندهن يدي شوية بالزيت باش معاش تلصق، ونشكلوها بالطريقة هذه. بعد ما الخليط متاعنا شكلتوه هكي كامل وكملتوه، توا حنغطسو الدونت في الدقيق، وبعدين حنغطسوهم في الدحي، وبعدين الخبزة المرحية باش نقلوهم. نحركو الدحي كويس، نحطوا الدونت بتاعنا في الدقيق، بعدين في الدحي، وبعدين اخر حاجة في الخبزة المرحية، او هو مش خبزة مرحية، انا واخدة توست وراح يا توست. هنا نحطوا زيت القلي باش يسخن، وهيك عندنا الدونت متاعنا واتي. قبل ما نقلوه حطيته شويه في الفريز باش ان هو الحبه متاعنا شدت، وفي نفس الوقت الجبنه ما تطلعش وشكلها يتساوى بالطريقه هذه. وعندنا هنا نبدو بعد ما سخن الزيت نقلوهم، وهذا الدونت متاعنا واتي. حنقدمه بعد صوص مايونيز او اي صوص انتو تحبوه. السلام عليكم. نتكلم على فئة حلوة هم الكتاكيت الاطفال. الفترة الاخيرة لاحظوا ارتفاع السمنة للاطفال بين عمر السنتين وال14 سنة، يعني الأطفال تاخذ في أدوية الكبار بده شيء مخيف لكن حقيقي. نحاول أن ندير لطفلي جهاز الإمبادي لنعرف به MI مؤشر كتلة الجسم، عضلاته ودهونه بالنسبة للعمر، هل هو في الرنج الطبيعي أو لا، وأسباب السمنة أن الماكلة ما فيهاش كل العناصر الغذائية وقلة الحركة. أغلب الألعاب بدت قدام الشاشات مش زي قبل، حركة وجري وكذا. لازم نركز على ماكلتهم خاصة وقت المدرسة لأنه يحتاجوا لتركيز، يعني بدل الكيكة والعصير نبدله بسندوتش أو طستن أو جبنة. من المهم وجود الحليب والمية والخضروات والفاكهة. نشجعهم على النشاط البدني والحركة والرياضة. النوم، لازم الأطفال يكون عندهم مواعيد ثابتة في النوم حتى توا في رمضان. ياريت ما نخلوش أطفالكم معاكم ساهرين للفجر، لأن النوم مهم جدا لنمو الطفل. وما نستعملش الأكل وسيلة رشوة للطفل، أننا بنحاول أن احنا كيف نزلبهو دير هذيك الحاجة باش نعطيك شوكولاتة أو عصير أو كذا. لازم نرتب جدول للطفل، نحاول أن الطفل يأكل كل ساعتين مثلا وجبة
وجبة فطور يكون عندها سناك، وجبة غداء وسناك، ووجبة عشاء. لازم نرتب حياة الطفل، لأن الطفل اللي بيتعود عليه من صغره بيكبر عليه. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات. وتو اول حاجه خلينا نبدا في الوصفه بتاع البسبوسه بتاعنا. عندي هنا بيكربونات وبيكنج باودر ورشه من الملح، هنحطهم فوق الياغورت الساده ونخلطهم ونخليهم لين يتفاعلوا مع بعضهم. تو عندي هنا سميد رقيق، وهنا سمن درجه حراره الغرفه، خلي هيك نعجنوهم مع بعضهم. بعدين عندي هنا السكر، حط السكر بتاعي ونخلطهم كويس مع بعضهم. وبعدها زي ما نشوفوا هنا عندي البيكنج باودر كيف تفاعل مع البيكربونات ومع الياغورت، توا حنحطه وحنحطه مع الحليب. ونخلطوا المكونات كلها مع بعضها ونخلوها ترتاح سواء في الصينية متاعها او في طاجينها، هيك تقريبا هيك ساعة لربع ساعة باش انه هو السميد يشرب السوائل متاعها. وتوا هنا عندي الطاجين حندهنه بالطحينة، حتعطي طعمة حلوة في نفس الوقت ما تخليهاش تلصق. توا حنحطوا الخليط متاع البسبوسه متاعنا ونوزعوه على الطاجين بالطريقه هذه. عندنا هنا هنقصوا الطاجين زي ما قلت لكم، انتوا خلوها ترتاح. وهنا حنزينوها باللوز الابيض اللي من غير قشره، منقعاتها طبعا في العطر باش يعطيه طعمه حلوه ويخليه رطيب وما ينحرقش. وندهنوها شويه بالعقده باش ان هي تولي لونها ذهبيه وتلمع. عندي هنا العقدة اللي مديرتها بثلاثة طواسي ونص من السكر مع خمسة طواسي من المية وشريحة من الليم القارص. بعدين حطيت فيها أول ما غلت خمسة دقايق حطيت فيها شوية سمن حقاني حلو يعطيها طعمها هلبة حلوة أو سمن حيواني، ومعها ورقة عطر. وخلي نديرو توا سلطة متاع البقوليات. عندي هنا معدنوس، حلوة لما تكترولها معدنوس. عندنا زيتون، وهذا هنا عدس القاتة في مية، وهنا كسكسي. طبعا الكسكسي متاع الحبة الصمرة حتى هو منقع فيه مية سخونة لين ضعفت الحبة متاعها وطابت. عندي هنا سبول باش يزيد فيها ألوان السلطة يعطيها بنة حلوة. ونحطه هنا الفاصوليا الحمراء، بعدين النعناع والبصل الأخضر، نحركوهم كويس هلبة مع بعض. سلطة معبية ألوان وفايدة وصحية هلبة. توا خلي نديرو الصوص بتاعها. عندي هنا ملح
وهنا نعناع يابس، دبس رمان، ونحطوا له ليم القارص، وهنا عندنا زيت الزيتون. وهيك توا السلطه بتاعنا واطيه، مش نحطوها في صينيتها بس. توا في شربة الكرنب أول حاجة هنحطه الزبدة، ونحطه عليها كشيك دقيق، نحركوهم كويس كأنه بنديرو بشاميل. بعد هيك ما يتحمص هنا عندنا الدقيق، هنحطه شوية من مرقة الدجاج، وهنا الخضرة عندي هنا كرنب زهرة وبصل ومعاه بطاطا، وبالنسبة للتوابل هنحطها هنا ورق غار وحبيبات من الفلفل الأسود، وعندي هنا زنجبيل ومعاهم كمون، نحركوهم شوية وخلاص نغطوا عليهم ونخلوهم لين يطيبوا. وتوا بعد ما طابت الشربه متاعنا خلنا نرحوها باش نضيفولها الكريمه اخر حاجه والشبت. تو هنا نحطوا الكريمه بعد ما رحناها، تقدروا تصفوها لكن انا رحيتها كويس، ومعاها الشبت، ونعطوها غاليه وتبدا واطيه. Thank you.